اهلا ومرحبا، معاكم اخوكم سامي من قناة سامية. طبعا في وايد ناس سألت قبل وتقول ان الياماها ما في، انك انت اذا نزلت صوت ويف ما تقدر انك انت تسرعه او انك تبطئه، يعني ما يمشي مع الايقاع عدل، ما تقدر تعمل تسريع. لا، موجود في الياماها ولكن بطريقتهم اللي هي المختلفة. يمكن الشركات الثانية عاملة طريقة بس الياماها عاملة طريقة ثانية. وبنبدأ معاكم كيف مثلا هذا الصوت، بس فقط الأصوات اللي انتم منزلينها الويف، أصوات الويف يعني، أو أي صوت ثاني انت تشوفه متبطئ تقدر يعني تقدر تسرعه وتبطئه بالطريقة هاي. هاي أصوات أنا عاملينها. احنا أبغي أبطئه وأبغي أسرعه، تروح على المنيو تختار الصوت، اخترت الصوت هذا الحين مثلا، تروح على منيو تي على فويس سيتنج، طلع لك الصفحة هاي اول خدمة تيونينج اللي هو التيون. طبعا بيقول لي واحد شو علاقة التيون بالتسريع والتبطيء، هذا هو اللي موجود حاليا، هذا هو. احنا ما في شيء اسمه سبيد، عندنا التيونينج. هذا الصوت الحين تقدر تبطيه، شوف هو جاي زيرو، انا بخليه زايد 30 مثلا، تقدر على الدرجات على كيفك. شوف هني تسرع، كل ما تعمل زايد كل ما يسرع زياده. العادي هاي العادي زيرو، ابطي تنزل تحت ناقص مثلا 20 او ناقص 30، انا بحط 30. راح اعزفها الحين على الايقاع عشان نشوف كيف بيطلع. بهاي الطريقة انت الاصوات الويف سواء للمجوز او لهاي الاصوات تقدر تسرعها وتبطيها. راح ناخذ مثلا صوت يكون مثلا يعني مثل المي، نفس الشيء تيجي عند المنيو فويس سيتنج، الحين هو موجود هذا العادي بسرعة شوية فوق، تعطيه تيونينج فوق يعني كتسريع. طبعا هذا اكثر شيء يضبط معاك عند اصوات المجوز واصوات اللي هي المجوز والمازورات وهاي الاشياء. شوف عندك من الزيرو لل 63 زايد، وعندك من الزيرو الى ناقص 63 وانت تمشي. لكن في نقطة، في قبل انا شفت فيديو واحد موضح نفس الشيء لكن ما وضح نقطة، في نقطة يعني مثلا اذا حطيت على ناقص 40 راح يختلف معاك المصاحبات مال الايقاع، راح يمشي معاك نشاز. لاحظ الحين نشاز، شوف غلط. يطلع معاك نشاز غلط، لان اصلا هذا تيونينج، يعني هذا تيونينج بس هو فيه تبطيء وتسريع للصوت. انا حليت لك المشكله هاي، شو تسوي في حاله انك انت الحين تبغي تمشي مع الايقاع والايقاع عندك طلع نشاز، سواء كان انت رافع الدرجه فوق ولا رافع الدرجه تحت، فشو تسوي؟ حليت لك المشكله هاي على حسب الدرجه انت اللي مختارنها هنا. يعني الحين ناقص 40، تروح تطلع من هنا خلي على ناقص 40 ما يختلف، تروح على المنيو، تروح على السكيل تيون، تفتح معك الصفحة هاي في المين، تختار ستايل، لا تختار اي شيء تيونينج، تعمل تيونينج حق اي شيء غير الستايل عشان تمشي مع نفس الدرجة اللي انت مختارنا في التسريع او التبطيء اللي مختارنا في صفحة صوتنا. تروح تعمل على نفس الدرجة ناقص 40، كلهم تعملهم على ناقص 40 بالطريقة هاي، ناقص 40 ناقص 40، السلم كله تخليه، بس فقط تختار التك على الستايل.
بالطريقة هاي، شوف ناقص 40. انا حليت لك الاشكالية هاي عشان ما اي واحد يقول والله انا عملت لكن طلع عندي الايقاع ومصاحبات الايقاع اللي هي الكوردات مقوردات كلها طلعت غلط. تعمل على نفس الدرجة كلهم 40 فوق وتحت، زراير البيض فوق وتحت، شوف كلهم على 40 ناقص 40. انت هناك مخلي ناقص 40، فانت لا زايد 12 تخلي زايد 12، زايد 30 تخلي زايد 30، هاي ناقص 40. وراح نعزف، سمعتوا النشاز كيف مساحه؟ الحين شوف لما اعملها ناقص 30 40 قصدي على نفس الدرجه راح يمشي معاك الايقاع والمصاحبات اللي جاي الكوردات موجودات كلها صح بتمشي معاك. شوف الحين هذا خلصنا، شوف الحين راح تطلع معاك نفس على نفس الشيء، بس انا شو اخترت الستايل، شوف الحين ما في نشاز. شوف مش معاك صار، هذه الصفحة من تعملها على نفس الدرجة اللي هناك، لكن في نقطة لازم لما تروح تعمل للصوت تيونينج هني على حسب السرعة او زيادة السرعة وتبطيه، لازم تسيف الصوت هني. اذا ما سيفت الصوت هني ورحت بس يعني مثلا الحين هذا الصوت المي عملته ورحت انتقلت الى صوت ثاني راح يخترب عليك كل شيء. ليش؟ لانك لازم ترجع وتسيف الصوت مرة ثانية. لا خله بقطع بقطع بالعكس. شوف شوف اصلا شوف محمد حتى لو انتقلت بيانو، شوف بيانو موجود ل 40 ناقص 40، ما يحتاج يعني انك انت تسيفه مني خلاص. لا ما صوت السامبلر، السامبلر هذو 40 نفس الشيء، حتى صوت السامبلر مثلا اذا السامبلر الحين هني صوت ثاني 40 برضه لو اخترت بيانو. ايه حتى البيانو ها دش عليه 40. اوكي بركبها مو مشكلة. شو قلنا نحن؟ وين الصوت هذا؟ لا لا الحتة الأخيرة دي مش لازم تسيبه، خلاص. بهاي الطريقة أنا علمتك كيف إنك أنت تخلي الصوت ماشي مع الإيقاع، بس تختار هني فقط تعمل تيونك في السكيل تيونك تعمل حق الإيقاع الستايل عشان يمشي كامل معاك مع الإيقاعات. ولا تخاف مجرد انت ما تعمل هني تقدر تنتقل على اي صوت بيكون نفس الشيء، يعني ما في داعي انك انت تقول والله انا الحين مثلا عملت البيانو مثلا ناقص 40 في التيونينج هني في التيونينج اللي هو الفويس سيتنج وانتقلت صوت ثاني يمكن يخترب، ما يخترب يتم ثابت معك. شوف الحين هني ناقص 40 راح اروح الاكورديون، شوف الهارموني لو تلاحظ هني شوف نفس الشيء ناقص 40. بهاي الطريقة علمتك الطريقة كيف تسرع وتبطي اي صوت انت منزلين السامبلر مثلا طلع عندك يتأخر عن الايقاع او اني يعني يسرع تقدر تسرع وتبطي. وعلمتك كيف انك انت اذا طلع معاك نشاز انت قعدت تلعب هني في الصوت تسرع ناقص 40 زايد 50 تسرع وطلع نشاز عندك تروح على المينو 2 مثل ما علمتك وتختار الستايل وتحط على نفس الدرجة زايد 40 زايد 40 ناقص 12 تحط ناقص 12 السلم كله. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.